معنا مباشرة عن هذا الموضوع محمد بك، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. أهلا وسهلا بك سيد محمد. يعني للأسف أن هذه هي المعايير وهذا هو الواقع الذي نعيشه، لكن حدثنا بالتفاصيل أو فصل لنا المعايير التي اتخذتها الوزارة. لا، هي المعايير منشورة حقيقة، وهي جزء كبير منها معايير واقعية ومنطقية، مثل موضوع التحصيل، موضوع العمل غير المنهجي إلى آخره، التحصيل العلمي والتربوي. هذه أمور طبعا نحن نبارك عليها، وهذه مناسبة لأهنئ كل المدارس التي حصلت على تفوقها من الوزارة وفق معايير تربوية تعليمية. لكن لفت نظري وجود هذا المعيار، معيار الخدمة المدنية والخدمة العسكرية، وعلى ما يظهر هذا المعيار يحظى بأهمية كبيرة في هذا التدريج أو في تحديد هذا التفوق. وهذا الأمر بدون أدنى شك أولا منافي لهويتنا الوطنية كمجتمع عربي فلسطيني في البلاد، بمفهوم أنه لا يمكن أن يطلب منا أن نكون جزءا من المشروع العسكري الإسرائيلي، سواء سموه خدمة عسكرية أو خدمة مدنية. ونعتبر أي تشجيع على هذه الخدمة هو خروج عن الموقف العام وعن الانتماء، وخاصة أن هذا الموضوع ليس تربويا وليس تعليميا، يعني لا صلة له بجهاز التعليم. يعني أنا طبعا لا أوافق على ذلك إطلاقا، لكن إذا أرادوا أن يشجعوا فليشجعوا في أماكن أخرى. ما شأن المدارس والتفوق المدارس في هذا الموضوع؟ هذا شكل من أشكال حسب رأيي التدجين وكي الوعي العام لأولادنا ولطلابنا، ليكون بمثابة دواجن في حديقة الخطاب الإسرائيلي الرسمي. نعم، يعني قبل عامين يعني سمعنا أنه كان هناك اجتماعات لتقليص الفجوات بين الطلاب العرب واليهود، لكن الفجوات ما زالت موجودة. أبرز الفروقات باعتقادك بين المدارس العربية والمدارس اليهودية؟ يعني هنالك فروقات كثيرة. أنا كما تعلمين كنت عضوا في الكنيسة لسنوات طويلة، وكنت عضوا في لجنة المعارف البرلمانية لسنوات طويلة، وعندي اطلاع قريب على هذه على قضايا الفروقات والتمييز. يعني أذكر في حينه أنه يعني عندما وضعوا خطة لتحسين الوضع في المجتمع العربي، وخاصة في موضوع سد الحاجة لغرف الدراسة الناقصة في المدارس العربية، وفق تلك الخطة كان يجب أن ينتهي العجز في غرف الدراسة بعد 32 سنة منها، يعني أمر غير معقول. خلافا لذلك، ما تخصص الوزارة على كل طالب عربي هو لا يزيد عن 20% مما تخصص لكل طالب يهودي. يعني أنا لست أدري الأرقام تبعت السنة هذه، لكن أرقام السنة الماضية والتي قبلها هي أرقام 700 إلى 1000 مقابل 4000 عند اليهود، وهذا يعني يصرخ في كل الاتجاهات بأن هنالك تمييز مدني وعنصري ضد المدارس العربية وضد الطالب العربي على وجه التحديد. ثم جاءوا بهذا المعيار، معيار التفوق، ليجعلوا مش من الإنجاز التعليمي ومن التفوق التعليمي معيارا والتربوي معيارا للمكافأة، إنما بمدى تشجيع المدرسة أو المعلمين للخدمة العسكرية وللخدمة المدنية، وهذا أمر طبعا مرفوض كليا. يعني باعتقادك هناك رسالة واضحة لتغييب الهوية العربية والهوية الفلسطينية للمجتمعات العربية؟ بدون أدنى شك. يعني ماذا يعني أن يجري يعني حث أو القيام بغسيل دماغ للطالب من أجل أن يخدم في الجيش؟ أي جيش؟ هذا جيش يحتل الشعب الفلسطيني، هذا جيش عدواني، هذا جيش يستعمل من حين إلى آخر لهدم البيوت في المجتمع العربي. لذلك كل فكرة إدخالنا في هذه البوتقة، بوتقة الخدمة العسكرية أو الأفق، لا يصح كلمة أفق، لكن كل ما يتعلق بالعسكرة هو أمر غريب عنا، وأي محاولة لفرضه هي فعلا لتغييب الهوية
لصهينة مجتمع بأكمله وأجيال بأكملها. طب هل كان هناك محاولات أو مطالبات لإلغاء هذا البند من بنود أو المعيار للتفوق الذي أوصت به الوزارة أو تعمل به وزارة التعليم؟ شوف يعني هذا طبعا هذا طرح في السابق ويجب أن يطرح الآن، وأنا يعني وجهت هذه الرسالة لعدد من النواب من القائمة المشتركة لكي يتابعوا الموضوع وخاصة أعضاء لجنة المعارف. يعني هذا موضوع ليس موضوعا جديدا، أنا أذكر حتى في وضعي وفي سني حتى عندما كنت طالبا في الجامعة كان هنالك من أراد أن يعطي منح ويعطي مساكن للطلاب بناء على الخدمة العسكرية. هذا هاجس، مش هاجس، هذا وسيلة قبيحة للتمييز ضد الإنسان العربي ولتبرير التمييز. يعني حتى وصل الأمر في بعض الأماكن في محطات بنزين، لسه ما بنحكي عن جهاز التعليم بس مشان النموذج للعقلية، محطة بنزين بدها عامل محطة أنهى خدمته العسكرية. ماذا يعني هذا الكلام؟ أنه بمدن عرب. فلذلك كل موضوع الخدمة العسكرية هذا فيه إما تبرير للعنصرية وإما محاولة لكي الوعي وتغيير الانتماء أو ضرب الانتماء الوطني للجماهير العربية. وبدون شك هذا موضوع لا يشغل فقط أعضاء الكنيسة ولجنة المتابعة، هذا يجب أن يشغل الجهاز التعليمي والجهاز الدراسي. لا أحد يجلس مع المعلم في غرفة مع الطلاب، وهنالك برامج غير منهجية يجب أن تربي على الانتماء وعلى العزة الوطنية وفي نفس الوقت على المواطنة وعلى التحصيل العلمي. نعم، شكرا لك جزيل الشكر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية سيد محمد بركة، شكرا لك.